يوفنتوس الذي وصل مرتين إلى نهائي دور الأبطال في ثلاث مواسم الماضية، خسارة كبيرة العام الماضي. ميسي لم يعوض مارادونا، مارادونا هو مارادونا، وليو ميسي هو ميسي، وميسي لا يشبه مارادونا في طريقة لعبه، ولا ديبالا ولا رونالدو. جيليو دي جيليو تسديدة بابا برايا، يا سلام عليك يا دي جيليو، التسديدة بقوة باليسرى كاد يبان. ساندرو راح وانطلاقة سريعة من ديبالا، اخدها ديبالا وراء على جهة اليسرى، دخل ديبالا 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 ديبالا، الحارس انطلاقة سريعة من الصغير باولو ديبالا من هناك، من كرة واحدة كاد يبغتهم في هجمة. يعني جيسة تدفيانيتش والحارس، اولولا الفرصة الثالثة لعناصر يوفنتوس لحد الآن، الأولى كانت تسديد إنيستا 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 إنيستا، با 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 خطأ. يا بلاس ماتويدي قد الموسم التسديدة سواريز، با 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 رائعة، وكأن ليو ميسي تفطن لجيجي بوفون عندما كرة ديبالا مع إيغوين، ديبالا ديبالا لإيغوين، إيغوين 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 إيغوين، اخطر خطورة عناصر وتغطية دفاعية، اصرار على الدخول، بابا جول، اصرار لاعبي فريق برشلونة على الدخول من العمق، مازال متواصل، الكل مركز على التوغل من امام اندريا بارزالي ومهدي بن عطية. جوردي ثنائية ميسي، بابا بابا جول، انت فنان، انت ماهر، انت ماكر، انت شاطر، انت كل الاوصاف يمكن الكرويه يمكن ان نطلقها عليك يا ليو، لانك مبدع وممتع. قرر، استلم، انطلق، مرر، ثم استلم، ثم سدد جول. ليو ميسي انت العجب. هو الحكم في هذه الاثناء، صفر نهايه الشوط بتفوق ميسي على يوفنتوس بهدف مقابل صفر. جيجي بوفون من دون تغيير على مستوى بوستار ديا وبيكي وديبالا، ولولا دوغلاس كوستا وبيكي وديبالا، والتسديدة عالية بعيدة. جوردي ألبا كرة بينية، لا يا بابا 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 جول، يا سلام عليك يا ليو، يستلم ويسدد صاروخ ليو ميسي، يضرب في القناة، لا يا بابا بابا ولا جول، جول 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 جول، ليو 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 ليو، استلمها بيمناه، دخل، توغل، سدد، جا راكيتيتش وسجل جول ثاني، كل شيء ياتي من ليو، الهدف الاول، ليو 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 بابا بابا، ليو ببراعة وبوفون بأعجوبة يخرجها. كرة كانت في الزاوية 90، ما زالت الخطورة يصل عناصر اليوفي، اولولو اول كرة من برناردي ألبا، دخل ليو، جوردي ألبا، سواريز رايح الكرة مرة ثانية، لعبة ثلاثية، ليو ميسي يستوي، ليو وصلت ليو، دخل ليو، ليو 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 بابا بابا جول، فعلها، استلم، توغل، سدد وسجل جول، بالثلاثة يضرب ليو ميسي وتضرب برشلونة اليوم أمام بيانيتش، برناردتشي، كرة بينية وسهلة بين أحضان مع كوندري تير شتيغن، يا برناردتشي ألبا، كرة خطيرة لليو، بابا بابا أولولا جول بابا، وضعية تسلل، نعم هي وضعية لجوردي ألبا متسلل، وتأتي باولو ديبالا أولولا، التسديدة من باولو ديبالا والسد الرائع من الحارس مارك أندري تير شتيغن ينقذ الموقف، يصفر نهاية هذا الشوط الثاني والمباراة، يوفنتوس 0 برشلونة 3.